كم المدة التي يجوز للرجل فيها أن يفطر في الصيام إذا كان مسافرا جزاكم الله خيرا؟ لا تحديد للمدة، ما دام أنه مسافر فإنه له الإفطار، ما دام أنه مسافر فإن له الإفطار، إلا إذا أقام في أثناء سفره إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يجب عليه الصيام، لأنه انقطع السفر في حقه بهذه الإقامة. أما ما دام في حالة سفر مواصلا للسفر فإنه يفطر ولا تحديد للمدة. نعم.